كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. اللي تيرش مناقشة الدورة العادية لمجلس مقاطعة السواني فيما يخص شركة أمانديش والشواهد الإدارية. أن الشهادة الإدارية بالنسبة للمقاطعة هي شهادة توثق بنائب الرئيس المقاطعة المكلف أو رئيس المقاطعة وتقدم إلى شركة أمانديش لإدخال العدادين سواء الكهرباء أو الماء في إطار قانوني. ولكن المفاجأة هو أن مذكرة الوالي استعملت بشكل غير واقعي بمشاكل عدة كخلق خنق المواطن بعدم تمكنه من إدخال العدادين الكهرباء والماء بهدف أن عملية الشهادة تخضع إلى معايير أخرى حسب الشركة، مع العلم أن شركة أمانديس شركة مفوض لها التدبير فيما يخص الكهرباء والماء. ولم أعلم ولم نعلم كلنا نحن المنتخبون لماذا أقحمت شركة أمانديس كطرف أساسي. ملي كنقول أساسي كنشطر عليها، لأن ملي ولات هي كترفض ولا كتعطي ولا هذا، رغم أن تواجد السلطة معنا في اللجنة المكونة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه والموظف ديال مسرحة التعمير وموظفين ديالهم ديال أمانديس ورئيس الدائرة أو القائد ديال المنطقة أو ما ينوب عنه، ولكن رغم تسليم هذه الشهادة لم تعطى للمواطنين العدادات لحد الآن، هذا اليوم إلى حد اليوم الذي نتكلم فيه عن الموضوع. لأن الشركة تعتمد على أساس أنها لها فروع يتبين لنا أنها كل فرع له خصوصيته، وعلى المقاطعة أن تراسل أي ملحقة لأمانديس على حدة. إذا كان مشرف السواني عندنا جوج ديال الملحقات مثلا جوج المؤسسات اللي تابعين أمانديس، خصنا كل وحدة مسؤولا نصيفطوا لها مراسلة، وكتطلب وثائق إدارية رسمية. يعني ملي غادي نعطيك أنا الأصلية ديال الشهادة الإدارية والسيد ديال أمانديس حضر في اللجنة وحضر في هذا، فين هي المصداقية؟ لا المجلس ولا ديك السيد اللي حضر. إذا المواطن شنو غنعطيه؟ فوتوكوبي باش يمشي يدلي بها؟ هي كتدي الأصلية، والمواطن ملي كيدي الأصلية كيمشي يعطيها لهم ليلهم، إذا كيصبح هو ما عندوش لا يملك شيئا. ومع العلم أن ما خصهاش تكون هيدا، خصها تكون المسألة الطريقة اللي خصنا نتعاملوا بها مع أمانديس هي كشركة مفوض لها الفو، باش يكون مثلا غير إشارة من المجلس مثلا هذا السيد مراسلة الشركة بأن هل عدد الناس اللي طالبين الشواهد وكذا، وهي كتنفذ لأن هي كتبيع وتشري، هي شارية وخصها تبيع. هذه هي النقطة الأساسية. ولا مشيتي حتى غلطتي غير انت عفوي كموظف غلطتي في رقم أو عنوان أو هذا، كان مهم كتقول لك جيب لي شهادة المطابقة. شنو المطابقة غادي نجيب لك وأنا السيد مثلا غير تحول العدادات كانوا في سميته ومثلا بغى يحولهم لأن بعد الدار ولا بعد ديك الملك اللي عنده، كيقول لا خصك تثبت لي. ورغم أن وجود تيتر ديال الملك ديال الدار كل شيء، المهم هي كترفض. دابا السؤال اللي هو كطرح ساكنة طنجة هو ما هو دور المجلس وما هي المسؤولية اللي على عاتق المجلس لحل هذه المعضلة، ومعضلة كبيرة. ولا نتكلم عن الفاتورات وغلائها والجهات وهذا. أنا دابا رجعت أمانديس بحال المؤسسة المالية بليزون، كتخدم بليزون ليزون دبرانس ماشية ترمديبان ماشية كذا كل وحدة، والنسبة ديال الاستهلاك ولا ديال ودون المراقبة ما يقولكش بأن احنا كنراقبوا ولا الجودة ديال هذا ولا عدم والاستهلاك ديال ما كيراقبوا لا استهلاك ولا حتى شي حاجة. يعني ما كاينش الموظفين اللي عندنا اللي كيدوروا مثلا وغيمشيو يراقبوا العدد الاستهلاك. أنا بنفسي عملت قدمت شكاية، جاتني واحد المبلغ قدمت شكاية وهذا ونقصوا لي، قال لك حقا السيد غلط ولا شي حاجة. والغلط حنا غنتحملوا حنايا، والضياع ديال الماء غنتحملوا حنايا، والضياع ديال الإنارة كنتحملوها حنايا كمواطنين. ها هي المقاطعة، هما دابا رئيس المجلس وديك الشيء كيقول لك جبار عدادات ما كاينينش، وفاتورة دائما غالية ديال مقاطعة السواني لمن تؤدى، وفين هو السر ديال ديك الخفاء ولا اخفاء العدادات المائيه؟ يعني هو مشكل أمانديس مع الجماعه ولا مع المواطنين ماشي مع الجماعه، شيء مخزي ومخزي جدا، وخصو حل جذري مع هذه الشركه. المهم وخصها جلسه مهم خاصه مع المسؤولين اللي فوضوا لها الامر المهم. وشكرا.